تعالى بقى للجانب الفني هو بس في حاجه انا ملاحظها هو الحكام عندهم تعليمات من اللجنه ان اي لعبه لصالح الاهلي يعني انا بس بسال سؤال والله اي لعبه لصالح الاهلي ما تحسبهاش لغايه لما تشوف الفار هيقول لك ايه اصلا على النقيض تماما شايف حاجه تانية مختلفه مختلفه تماما اي لعبه لفرق منافسه يعني وانتم عارفين الفرق المنافسه مين اي لعبه ليهم صفر الى ان يثبت العكس عارفين المعيار ده؟ أي لعبة للأهلي لا سيبها. لو الفار قال لك تعالى يبقى خلاص. ما تحسبهاش. لكن لو الفرق المنافسة أي لعبة لصالحهم صفر. تلاقي الصفارة جاهزة. ضربة جزاء. هدف. أي حاجة صفر على طول. لو الفار قال لك عكس كده، ده لو الفار بقى اشتغل ساعتها معاك أو ركز معاك خلاص إلغيها. وأنت وحظك بقى اللي على الفار إيه؟ راجل مركز مش مركز، أنت وظروفك وأنت ونصيبك. لعبة زي إمبارح امبارح شايفين ان في شده ادى انذار للاعب البلديه المحله رقم 8 نفس اللاعب بعدها بدقيقه عمل تاكلنج على اكرم توفيق يعني ادي ادي اول لعبه دي انذار خلاص ادي اللعبه الثانيه بص القوه قدام الحكم مح... يا جماعه ده ما حسبهاش يا نهار ابيض ده ما حسبهاش يعني شايفين اللعبه اللي قدامكم دي بص الدخله انا يعني يا ريت بقى ايه تتعاد معايا كده فريم باي فريم يعني ايه بالتصوير البطيء لان النهارده كان عندي نقاش طويل جدا مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف الكره دي كارت احمر ما فيهاش نقاش كارت احمر كابتن ياسر امبارح هو طبعا ما اتحسبتش فاول يعني الحكم اصلا ما حسبهاش ودي قصه يعني بصراحه غريبه جدا وعندي كواليس ليكم لكم حتى ان يعني الفار حتى كان بيحاول يتعاون مع الحكم في اللعبه دي بس الحكم ما كانش مركز حد صغير في السن ضغط الجماهير جمهور قريب من ملعب البلديه فالموضوع صعب على الحكم فالراجل ما حسبهاش اصلا والفار ما تدخلش بس التحليل التحكيمي كمان لازم يكون ايجابي يا جماعه النهارده كان في نقاش حتى بينه وبين الكابتن ياسر عبد الرؤوف بقول له يا كابتن الكره دي كارت احمر قال انا معاك ان القانون بيقول كارت احمر بس في معايير ايه هي المعايير هاتوا بقى اللعبه كده فريم باي فريم عشان نعرف بس ان المعايير دي انا مش قادر استوعب ازاي يقول لك ايه ما هو المسافه قريبه اصل اللاعب جاي بمسافه بسيطه اصل مش عارف ان نزله اللاعب برجله على ركبه اكرم توفيق كانت يعني بطريقه تقدر تقول ايه ثابته على الارض مش طايره في الهواء ايوه يعني لازم يتكسر مثلا يعني يتكسر عشان ياخد كارت احمر كوره كارت احمر واضح فالاختلاف بيننا وبين حتى محلل التحكيم وحتى هم امبارح اختلفوا كابتن امبارح ناصر عباس شايف ان هي على طول فيها طرد ما فيهاش نقاش طرد على طول كذا خبير تحكيمي قال كارت احمر وطرد لكن امبارح كابتن ياسر مثلا قال لك ايه لا دي في انذار تاني انذار تاني ايه ادي اللعبه تاني بتاعت كهربا ده ضرب ما فيهاش حتى انذار ازاي طب فين الفار الفار دوره ايه طب اقول لكم على مفاجاه رغم ان انا مختلف ممكن مع عدد من الخبراء التحكيم على فكره المعايير، يعني كابتن ياسر بقول له القانون بيقول ايه قال لي بس المعايير هنا بتختلف. معايير ايه يا كابتن ياسر؟ زي إيه مثلا يقول لك ايه؟ لو هو على الارض عكس لو كان طايف في الهواء، زي لعبه مابولو مثلا في ماتش الاهلي والاتحاد، يقول لك لو هو على الارض آه المسافه، آه قوه الدفع، رجليه، لمها ولا ما انا كل ده انا شايفه في اللعبه ولا حاجه منهم موجود اولا لو نجيب لعبه اكرم تاني وأنا أتمنى اللجنة بقى يبقى ليها دور وتعلن وتطلع وتشرح. بص الكرة لا جاي من مسافة نازل على ركبة أكرم وبص بقى رجليه اللي دخلت في ركبة أكرم، بص الرجل لم رجليه لا ده مكمل. بس يقول لك إيه ما هي رجليه اتلمت، ما هي تلمت عشان رجله خبطت في رجلة أكرم فطبيعي وأنت عايز يكمل ويكسره. كارت أحمر ما فيهاش هزار، الحكم فين مش موجود؟ الفرق قال له إيه وقتها؟ كنترول يا كابتن محمود، يعني إيه؟ فيها حاجه فيها انذار لان الفار كمان معياره غريب جدا والحكم قدامه يعني انت بتتكلم في مسافه ده افتقر ان لعيب البلديه لعب الكوره كمل كده مين اللي لعب الكوره ده اكرم لعب الكوره وراحت لرجل البلديه لاعب البلديه و... ورجعت لنص الملعب يعني اللي لعب الكوره اقرب الحكم مش شايف التفاصيل ليه لان الاختيار غلط التوقيت غلط المباراه غلط المكان غلط كل حاجه غلط حتى المعايير اللي ممكن نختلف فيها مع خبراء التحكيم اللي بنقول لهم كل احترام وتقدير كمان لا أنا برضه مختلف معاهم لعبة زي دي لو في أوروبا في الدوري الإنجليزي كارت أحمر يا كابتن ياسر ما فيهاش نقاش ما فيهاش هزار